امبارح السيسي باع نسبة 30% من شركة من أضخم الشركات المصرية واللي صنفتها مجلة فوربس في قائمة أكبر وأهم الشركات في الشرق الأوسط، الشركة الشرقية للدخان. أهو بص يا سيدي، دي مجلة فوربس قالت إن الشركة دي تأسست سنة 1920 ويتجه في ولديها استثمارات مباشرة في العقارات وآلات صناعية ومنتجات التعبئة والتغليف، فيما يشغل هاني أمان منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي. شركة مهمة جدا، اتباعت 30% من الشركة دي، 30% منها. بس يا ترى اللي اشترى الشركة الضخمة دي أو الأسهم دي اللي قيمتها يعني السوقية حوالي 1,700,000,000 دولار، قيمتها التسويقية كده، عليك نور، مفيش غيرها. المشتري اللي جاهز بفلوسه، المشتري اللي جاب السيسي، المشتري اللي صرف على محمد الأمين وعلى خير رمضان وعلى كل الإعلاميين اللي انت شايفهم دول، الإمارات. تفاصيل استحواذ جلوبال الإماراتية على 30% من الشركة الشرقية للدخان. الشركة استحوذت على 30% من الأسهم مقابل 625,000,000 دولار أمريكي بس. بس تحتفظ الشركة القابضة للصناعات الكيميائية بحصة قدرها 20% من رأس مال الشركة. وفر المشتري مبلغ 150,000,000 دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع. وزير الأعمال أكد أن الصفقة تتماشى مع التوجهات الحالية بشأن طرح الشركات المملوكة للدولة. ويقف رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي بنفسه يشهد حفل توقيع بيع الأسهم دي الضخمة واللي تعتبر واحدة من أهم الأصول المصرية. اتفرج. نشهد الآن مراسم التوقيع على اتفاقية استحواذ شركة جلوبال الاستثمارات القابضة المحدودة الإماراتية على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية استثمار. وقع اتفاقية من السيد أمال الدين مصطفى خالد العضو المنتدب التنفيذي لشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومعالي الشيخة لبنى القاسمي ممثلة شركة جلوبال الاستثمارات القابضة المحدودة. تصور رئيس الوزراء ووزير المالية واقفين يوقعوا على بيع 30% من الأسهم. شايف المنظر؟ هات الصورة يا أخي، شايف المنظر؟ شايف المنظر؟ أنت متخيل؟ لا لا، هات الصورة اللي أنت كنت بتاعها الأولانية اللي هي التلاتة بس، التلاتة بس، سيبك من دول أبقى. تخيل وزير رئيس وزراء مصر، حاجة تحزن، منظر مؤلم لما رئيس حكومة بلد زي مصر يقف يشرب بنفسه على بيع أملاك البلد. الغريبة إنه حتى أيام مبارك لما كان عقود زي دي كانت بتعرض الأول على البرلمان والبرلمان يناقش إيه الشراء والفلوس هتدفع إمتى والحصص، وتتعمل بقى حفلة في البرلمان. ده مش أي حاجة، دول عدوا كده، دول عدوا على دولك في برلمان، ده ما قالهمش مساء الخير يا برلمان، إحنا معانا جات شركة اسمها جلوبال. طب ما ممكن شركة تانية تيجي تدفع أكتر، يعني تدفع في السهم نصيب أكبر. مين اللي يفصل؟ الأجهزة الرقابية. مين اللي يفصل؟ البرلمان. فالاتفاقيات دي مفترض إنها تعدي على البرلمان والبرلمان يقعد يناقشها ويقولوا طب هل الشركة دي السي في بتاعها ناسخ فيه؟ ما ممكن يشتري ويفلس. طب هل السهم ده كان فيه ممكن شركة تانية تدخل وتاخد السهم بسعر اعلى؟ ما فيش حد سال. ده وقف رئيس الوزراء بنفسه وزير الماليه يبيعوا املاك البلد بدون حتى ما يعدوا على جهاز رقابي او حتى ما حد يسالهم طب ايه العقد، العقد بيقول ايه، طب هل كان في شركه تانية واحنا رفضناها وجات جلوبال دي. خلينا نشوف الاستاذ حافظ المرازي بيقول ايه. الاستاذ حافظ المرازي بيقول: لا أدري ما هي مدعاة الفخر أن يحضر رئيس الوزراء مراسم بيع أصول بلدي لشركة أجنبية. تعودنا في الثقافة الشعبية أن يتوارى الشخص المدين عن الأنظار وهم يبيعون أساس منزله أو مشروعه المربح للدائنين، لا أن يسمي البيع استحواذا ومشاريعه المباعة الإمارات مشاريع مصر. منظر حزين. لا، ونضيف للأستاذ حافظ المرازي، حد عارف العقد ده في إيه؟
حد عارف ايه الخلفيات اللي حصلت؟ شركة من اقوى الشركات في الشرق الاوسط بيتبعوها كده اهو كتيمي ولا وايه نحضر بس حفل توقيع بس يعني احنا شاهد ما شافش حاجة. وبعدين يجي بعدين بعد كام سنة يقول لك ايه ما اتباعت قدامكم. ما قدامنا احنا ما شفناش حاجة على فكرة, احنا شفناك بتوقع. هو احنا عملنا حاجة من وراء الشعب؟ احنا بعنا الشركات دي بمنتهى الشفافية قدامكم. لا يا حبيبي مش قدامنا, احنا ما نعرفش ايه الخلفيات وما نعرفش ليه الشركة دي اشمعنا جلوبال دي, ما نعرفش اي حاجة. اشمعنا الامارات اللي بتشتري كل الشركات الرابحة وبتتباع ليها كده زي الحلاوة زي شركة شراية الدخان, واللي أرباحها يمكن يكون رقم اتنين بعد قناة السويس زي ما قالوا النشطاء دول. حد كتب بيقول النهاردة حكومتنا الرشيدة أعلنت عن استحواذ شركة جلوبال للاستثمار الإماراتية عن 30% استحواذ على من أسهم الشركة الشرقية للدخان إسترن كامباني في صفقة قيمتها 625 مليون دولار. أرباح شركة شراية الدخان أرباح مرعبة, ممكن يكون دخلها رقم اتنين بعد قناة السويس. العملية مش بيع أصول بس, العملية بقت بيع كل ما هو مربح لدولة معينة أو لو دولة بعينها. يعني احنا عملنا بالظبط زي واحد عنده فرخة بتبيض ذهب كل يوم فدبح الفرخة عشان ياخد بيضها كله مرة واحدة, وللأسف الفرخة ماتت والبيض راح. كان في حد برضو كاتب عن حاجة كده بالقصة دي. ادي أرباح الشركة هي. ادي أرباح بلغ مجمل أرباح الربح 6,862,000,000 جنيه مقابل 5,723,000,000 جنيه بنسبة زيادة بلغت 20%. ده اللي قاله هاني أمان, ده اللي قاله الأستاذ هاني أمان. الأسهم المباعة لشركة جلوب الإماراتية مقدارها 26 مليون دولار مقابل 30%. انت يا عم في ايه بتلعبني مثلا؟ تعتبر الشركة الشرقية للدخان المصدر الثاني للدخل بعد قناة السويس. اتفق الطرفان على الطرفين على ضخ 150 مليون فورا دولار فورا لشراء التبغ من اجمالي المبلغ. الاستاذ هاني امان كان عنده تصريح اهو كان منشور في ايوه زاويه بيقول انه ارتفع صافي ارباح الشركه. الكلام ده كان في 30 مايو. بيقول ارتفع صافي ارباح الشركه الشرقيه للدخان بنسبه 24% والمبيعات بنسبه 14% في التسع عشر من العام الحالي. كانت كام بقى؟ بص بيقول لك ايه, بيقول لك ان احنا عن نتائج الفتره التسع اشهر المنتهيه في 31 مارس 23 والتي اظهرت تحقيق اجمالي ايرادات شامله الضرائب 54 مليار جنيه 54 مليار و827 مليون مقابل 51 مليار عن مارس اللي فات. تخيل 24%. فيما بلغ صافي المبيعات 14 مليار جنيه و609 مليون مقابل 12 مليار عن نفس الفترة في العام اللي فات بنسبة بلغت 14%. طب بتبيع عليه؟ بتبيع عليه؟ ايه الفكرة؟ فلست عندها ترهل, فانت بتبيعها عشان تحقق نجاح للشركة وتطورها. ما الشركة اصلا متطورة وبتكسب, كسبانة فرق 9 شهور كسبانة 24% فرق, بتبيع عليه؟ في راجل عفو الله كاتب بيقول موضوع بيع 30% فقط من الشركة الشرقية للدخان في حاجة مش مفهومة, هما كده هيحولوا أرباحها ازاي أو أرباحهم ازاي إن كان مش هما هيقدروا يطوروا الشركة ويصدروا المنتج بتاعهم طالما مالهم حق الإدارة؟ يبقى ناويين يشتروا باقي المصنع كله أو هياخدوا أرباحهم سجاير يبيعوها بالإمارات بدل تتجمع في جبل عالي. حد تاني علق على أرباح الإماراتيين من الصفقة دي وقال كلام كده, يعني هنقوله يعني نقوله مع بعض يا جماعة زي التغريدة دي. هو على بص يا جماعة على مسؤوليته الأرقام دي, أنا ما بعرفش الأرقام. بيقول لك اقترض أوفر 625 مليون دولار استحواذ 30% لمجموعة إماراتية للشركة الشرقية للدخان. المتوقع أن تصل ربحية السهم بعد التوسعات من 7 جنيه ل 10 جنيه للسهم,
وعندنا حوالي 2230 مليون سهم، يعني متوقع أن تصل أرباح إلى حوالي 15 مليار جنيه مستقبلا. يعني حصة الشريك الإماراتي هتكون حوالي 4 أو 5 مليار جنيه، نقول 5 مليار تقريبا، يعني حوالي 161 مليون دولار هيخرجوا برا البلد سنويا. يعني في 4 سنين هيستردوا مدخراتهم، هتديني استثمار اليوم وهتاخد على 4 سنين بعدها ضغط على ميزان المدفوعات الدولارية بصفة مستمرة. يا عم اقترض أحسن والله، ما تبيعش على مسؤولة الأرقام دي. أنا ماليش في الأرقام. لما دورنا لقينا بس اللي بتدفعه الشركة الشرقية للدخان ضرائب للدولة كل سنة وصل إن الرئيس التنفيذي للشركة هاني أمان خان شوف قال إيه كده. احنا المورد الاول يا فندم للخزانه العامه، يعني احنا بنيجي نمره واحد كده في التوريد، بنحاول احنا كشركه شرقيه بنحوالي 65 مليار جنيه تقريبا. القطاع كله كان ابراهيم بلمبابي قال انه 88 مليار قطاع الدخان. احنا في تزايد مستمر، كل ما بنبيع اكتر كل ما بنورد اكتر. المفاجاه بقى انه جلوبال سمار القبضه اللي استحوذت على 30% من شركه من اسهم شركه شرقيه للدخان دي، الشركه دي طلعت تابعه للشركة المتحدة للتبغ الإماراتية اللي تم تأسيسها من سنة بالظبط واللي اتكلمنا عنها هنا من كام يوم. جريدة المال بتقول المال تكشف تفاصيل جديدة في استحواذ جلوبل على 30% من الشركة الشرقية. المشتري شركة مملوكة بنسبة 99% لمساهمي المتحدة للتبغ الإماراتيين. تخيل، ده اللي نشرته جريدة المال المصرية. بكده يا حضرات سيطر رجال الأعمال الإمارات على الشركة، ومنهم 2 من كبار المستثمرين الإماراتيين، محمد العبار زي ما ذكرت صحيفة المال النهاردة، وأدي الخبر أهو مصادر للمال: المتحدة للتبغ فوضت جلوب الاستثمار لإنهاء صفقة الشرقية للدخان مملوكة بحصة أغلبية لرجل الأعمال الإماراتي أبو بكر حسيني ومساهمة أقلية للعبار. أنا هقول لك هنا كلمتين حاول تسمعهم وتعقلهم زي ما أنت عايز. الموضوع ده واضح إن فيه لعب على كبير، والسيسي ومخابراته لهم دور كبير في تأسيس المتحدة للتبغ عشان بعد سنة نوصل لبيع أكبر شركة للدخان في الشرق الأوسط، زي ما بيقول الكاتب الصحفي جمال سلطان. بيقول إيه بقى الأستاذ جمال سلطان؟ بيقول بالنص كده: هل هو طبيعي أن تنشئ المخابرات شركة، أو العام الماضي شركة وهمية باسم المتحدة للتبغ، ويتم الترخيص لها فوريا وتستحوذ على جزء كبير من سوق شركة الشرقية للدخان التاريخية، ثم بعد عام واحد بالضبط يتم بيع الشركة للإمارات دون أن يعرف أحد من باع ومن اشترى وأين تذهب هذه المليارات؟